هذا المعرض كان من بين الأهداف تاع الغرفة الفلاحية لولاية سطيف اللي لازم ننظموا هذا النوع من المعارض أو الصالونات لهدف أننا نقربوا الفاعلين في قطاع الإنتاج النباتي أو شعبة الإنتاج النباتي من حبوب وخضروات، نقربوا المتعاملين كامل من موردي أسمدة، عتاد فلاحي، عتاد الري، إلى المهنيين اللي هما الفلاحين تاعنا، باه يعرفوا واش هما التقنيات الجديدة في مجالات في مختلف المجالات كأسمدة أو كأجهزة سقي جديدة. الهدف تاعنا من المشاركة في المعرض هذا أنه باش الناس تزيد تعرفنا وتزيد تتقرب لنا أكثر، وما من الناس اللي ما عندهمش خبرة في الميدان هذا وما همش ديجا فلاحة، ما كانوش عندهم شغل ديز اكسبيريونس في الدومين، يقدروا ينفستيو بكل شغل سهولة بار لو بي نوتر بيبينير، كي شغل حنايا اللي نجو في وسطهم باش نتبعوهم من الديبي جوسكا لافان. رانا نحاولوا بهذا المنتوج تاعنا باش نخفضوا من فاتورة الاستيراد، لأنه في وقت سابق كان هذا هذا الأنابيب وهذا تاع السقي كنا نستوردوها، والحمد لله احنا هنا رانا ننتجوها محليا هنا.